صحيح. بفكره السد العالي فتحناها. اي احنا عبرنا الساعه 2 الساعه 5 بدات الدنيا تليل، نزلنا الكباري، وده محسوبه يا مدام عزه كل ده بالحساب بالتوقيت، يعني بالغروب بالغروب بالفطر. الدنيا ليلت الغروب، نزلنا الكباري والدنيا ضلمه. الساعه 10 11 القمر طلع. ايوه الدبابات عدت على ضوء القمر عشان ما ننورش الكباري، عشان ما تطلقتش من الجانب الاخر. تمام. فعايز اقول لك يا مدام عزه ان كل حاجه من دي كانت محسوبه بدقه كبيره جدا. الله يرحمه صلاح فهمي نحلة، اللي حدد يوم 6 اكتوبر. أيوة. كان يوم عيد ديني في اسرائيل اسمه أيوة. عيد الغفران. نعم. هو اللي حدد اليوم والتاريخ والساعه. وعشان كده قدر ان احنا نعمل هذا الكلام. نعم. عايزين نتكلم على حاجه تانية وهي خطه الخداع الاستراتيجي. نعم. احنا خدعنا اسرائيل يا مدام عزه. نعم. وفعلا الخطه دي نجحت. ولان احنا هجمنا في 10 رمضان، فبرضو اسرائيل بتقول حد هيهجموا دول في شهر رمضان. ايوه هم صايمين وبتاع. ده واحد. ايوه جينا قبل العمليه دي بشويه اذعنا ان هتتعمل رحلات حج وعمره للضباط واسرهم. نعم. عشان الناس تقول ده هم دول هيحاربوا. صحيح. تمام. بعد كده كنا محددين ان زياره وزير الدفاع هيزور رومانيا في هذا التوقيت. فبالتالي مفيش حاجه. يوم العبور الصبح كان في اوامر ان العساكر تطلع وتفرد البطاطين تتشمس، وده كنا حاجه بنعملها كل يوم عشان لما الناس تبص تلاقي عادي الجبهه عاديه والعساكر حاطه الوضع اليومي الطبيعي. بالظبط. نعم. نعم. من الحاجات الرئيسيه بقى اللي كانت حقيقي خدعه اسرائيل ان الرئيس السادات بعت مستشاره للامن القومي احمد حافظ اسماعيل. ايوه. وراح قابل كيسنجر قبل الحرب بحوالي عده شهور. ايوه في امريكا. وقال له انا عايز اقابلك لقاء خاص، مش عايزين لقاء بتاع اللي هو بيسميه ديليجيشن وفد وبتاع. راح قال له بص بقى، احنا السادات بيقول لك احنا مش هنحارب لان الروس رفضوا يدونا سلاح هجومي، وده حقيقي ودي تتحسب لمصر يا مدام عزة. ان القوات المسلحة المصرية نفذت هذه العملية بسلاح دفاعي وليس هجومي. وعشان كده الرئيس السادات لما عملوا فيه الروس كده وزعل منهم طرد الخبر الروس. يعني انا كل الناس تقول ايه السادات الله يرحمه كان رجل عظيم، اتخذ قرار الحرب وقرار السلم لما عمل كامب ديفيد. طبعا انا بقول لا، ده عمل قرار ثالث وهو طرد الخبر الروس. أيه. لان لو كانوا فضلوا يا مدام عزه كانوا قالوا هم اللي خططوا للحرب وهم اللي حاربوا وكان النصر هينتسب لهم او هينسب لهم. فحقيقي انا بعتبر من اعظم قرارات اتخذها السادات. لا وهو بطل. بطل طبعا. عظيم يعني. فراح احمد حافظ اسماعيل وقال لهنري كيسنجر السادات بيقول لك احنا مش هنحارب، الروس ما ادوناش سلاح هجومي، طردنا الخبر الروس، ما عندناش غيركم، وانت رجل عظيم. لان هنري كيسنجر اهميها كان هو الدبلوماسي الاول في اوروبا. هو اللي خرج امريكا من مستنقع فيتنام. هو اللي ادار الحرب البارده. هو لدرجه هو خد جائزه نوبل وهو وزير خارجيه، ودي ما حصلتش في التاريخ. صحيح. فطبعا كيسنجر بلع الطعم ومشي احمد حافظ اسماعيل. راح مكلم جولدا مير وقال لها انبسطي، المصريين مش هيحاربوا، دول عايزين حل سلمي، شوفوا نعمل ايه. وعشان كده يا مدام عزه يوم الحرب ما بدات كان في مشكلة في إسرائيل لحد النهاردة. النهاردة عنصر الدهشة. النهاردة إسرائيل كان إحنا هاجمنا في أكتوبر صح؟ نعم. في نوفمبر على طول الشهر اللي بعديه إسرائيل طلعت لجنة اسمها لجنة إجرانات للتحقيق في القصور في هذه الحرب. نعم. اللجنة دي كانت برئاسة طبعا رئيس المحكمة العليا في إسرائيل. إحنا هاجمنا في أكتوبر. نعم. في نوفمبر الراجل ده راح مطلع اول قرارات له عزل رئيس الاركان ديفيد الي عازر. لما انت تعزلي قائد الجيش دي معناها كبير قوي، انتصرتي ولا اتهزمتي؟ طبعا اتهزمتي. وعلى الناحيه